السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في دورة جديدة من دورات تعلم لغات البرمجة. دورة اليوم سوف تكون بإذن الله حول لغة PHP. هذه الدورة سوف تكون غنية مثلها مثل باقي الدورات. درس اليوم أو عنوان درس اليوم سوف يكون بإذن الله بطبيعة الحال حول الإضافات التي سوف نحتاجها للعمل بلغة PHP. سوف نذهب مباشرة هنا نقوم بالضغط، سوف تظهر لكم هنا الصفحة على هذا الشكل. نقوم بالذهاب إلى هذه الخاصية extension، ثم نقوم بالذهاب إلى مكان البحث، ثم نقوم بكتابة هنا PHP. سوف تظهر لغات أو إضافات كثيرة. سوف نقوم بتثبيت هذه الإضافة PHP IntelliSense، ثم نضغط على انستل، ثم سوف تظهر لكم هذه الخاصية باللون الأزرق انستالين، بمعنى هي في طور التثبيت. ثم كما ترون هنا أيضا لدينا إضافات أخرى PHP فهي مهمة، ثم PHP Debug إضافة إلى بعض، وأيضا هنا Format HTML in PHP فهي إضافة مهمة. سوف نقوم بتثبيتهم لكي نقوم حينما نقوم بكتابة الكود أو حينما نبدأ في كتابة الأكواد لن نجد مشاكل. هذه الإضافة ما الذي تفعله بمعنى ما الذي تقوم به فهي تساعدنا في إيجاد الكود. تم تثبيت هذه الإضافة، سوف نقوم بتثبيت إضافة ثانية. كما قلت لكم حينما نقوم بكتابة أكواد PHP تكون بعض أكواد ظهورها هي هذه الإضافات تقوم بإظهار لنا تلك الخصائص، لأن هي عكس، لأن برنامج Visual Studio ليس مثل برنامج على سبيل المثال Sublime Text لا يحتاج إلى تثبيت إضافات، وهذا البرنامج Visual Studio فهو يستعمل عدد كبير من المبرمجين. سوف نقوم بتثبيت هذه الإضافات، ثم سنضغط مرة أخرى على هذه الإضافة في HPDB فهما إضافات مهمة. كما ترون دائما إذا أردت أن تقوم بتحميل إضافات فيجب أن تكون فيها 4 نجيمات هنا أو 5، فهي التي تكون جميلة في العمل وتظهر لك أكواد خاصة بنا. سوف نذهب إلى هذه الإضافة Format HTML and PHP. كما تلاحظون هنا أيضا 4 نجيمات، ما بين 4 و5 نجيمات، فهي إضافة جميلة وتحتاجها في العمل. هنا PHP Server، هنا PHP Server يتم نقوم بإضافة هذه إضافة أيضا، ثم تحميل إضافة. سوف نذهب الآن إلى إضافات أخرى سابقة سوف نقوم بإضافتها، على سبيل المثال إضافة HTML على ما أعتقد فهي متواجدة لدي أنا هنا، HTML Snipper، HTML Snipper على أي سوف نقوم بإضافتها. نعم على ما أعتقد فهي موجودة لدي، نعم هذه الخاصية فهي موجودة سابقا. إذا لم تكن لديك أخي الكريم فيمكنك تثبيت هذه الخاصية. سوف نقوم بتثبيت خاصيات خاصة بـ CSS التي سوف نقوم بها سوف نحتاجها في العمل. سوف نعم هذه الخاصية أيضا سوف نحتاجها في CSS، ثم سوف نحتاج خاصية أخرى سوف نقوم بكتابة اسمها هنا. هات
كتير خاصية بطبيعة الحال بخصوص CSS and Geoforce Discourse Name. نعم هي هذه الخاصية كما تلاحظون هنا 4 جيمات أو 3.5، فهي إضافة رائعة. ثم سوف نقوم بتحميل إضافات أخرى خاصة بالجافا سكريبت. كما قلت لكم هذه الإضافات فقط تساعدنا في أثناء كتابة الأكواد لتظهر لنا الأكواد بشكل صحيح، لتظهر لنا الأكواد بشكل صحيح عكس البرامج الأخرى التي تكون فيها أكواد محدودة وقد تجد مشاكل كثيرة. هنا يمكنك أن تقوم بتحميل الإضافات اللازمة والكافية التي سوف تقوم بالعمل عليها. هنا تم تحميل هذه الإضافة. سوف نقوم بالذهاب إلى إضافات جافا سكريبت. هنا سوف نضغط هنا على هذه الإضافة. أظنها نعم هذه الإضافة قمت بتثبيتها سابقا. يكفي أنكم أن تقوموا بتثبيت هذه الإضافة أيضا فقد تحتاجونها. ثم إضافة أخرى هذه الإضافة جافا سكريبت سنيبت باك سنقوم بتحميلها فهي مهمة أيضا وقد نحتاجها أيضا لتظهرنا. كما تلاحظون قمنا بتحميل هذه الإضافات. المهمة هذا كل ما في درس اليوم هو تحميل هذه الإضافات المهمة للبدء في كورس أو في سلسلة تعلم لغة الـ PHP باحتراف بطبيعة الحال. كان هذا كل ما في درس اليوم. أتمنى أن يعجبكم هذا الدرس. نلتقي بإذن الله في درس مقبل إن شاء الله.